بالنسبة لنواقض الوضوء، هل مس الأعضاء التناسلية من غير حائل ومن غير قصد ينقض الوضوء أم لا؟ يعني المسألة هذه وقع خلاف بين أهل العلم، إذا أما إذا كان بحائل فلا ينتقض الوضوء. إذا لمس الإنسان ذكره من فوق ثوبه أو مرست المرأة فرجها من فوق ثوبها هذا لا ينتقض الوضوء. الكلام في إذا فيما إذا باشرت الكف الفرجة، لمسه مباشرة بدون واسطة بينهما، يعني ملامسة البشرة للبشرة، هنا الذي وقع الخلاف بين أهل العلم. فعلى قول على ثلاثة أقوال في هذه المسألة. القول الأول أنه إذا مس فرجه لزمه الوضوء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، هو حديث بسر مشهور. والقول الثاني لا ينقض الوضوء. القول الأول قول الشافعي، والقول الثاني قول أبي حنيفة أنه لا ينقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل قال: مسست ذكري، قال: إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. فدل هذا على أنه لا ينتقض الوضوء. وابن عباس لما سئل قال له: مسست ذكري، قال: لا، لا فرق عندي بين من مس ذكر أو مس أنفه، كلها أعضاء منك، ما الفرق بين هذا وهذا؟ هناك من توسط في هذه المسألة وهو المشهور في مذهب أحمد ومالك، وهو أنهما يفرقان أو المذهبان يفرقان بين من مسه بشهوة ومن مسه بغير شهوة، فيقول: من مسه بشهوة انتقض وضوءه، ومن مسه بغير شهوة لا ينتقض وضوءه. وبالتالي خاصة بالنسبة للنساء اللاتي يعني يغسلن الأطفال مثلا، طبيعي جدا تغسل الفرج، فرج الذكر أو الأنثى. وطبعا بالأصل إلا الشواذ، والشواذ لا حكم لهم، الأصل أن المرأة لا تمس فرج ولدها سواء كان ذكر أو أنثى بشهوة. وبالتالي على قول جماهير أهل العلم أن المرأة لا ينتقض وضوءها بمس فرج ولدها. يبقى الأمر إذا مس الإنسان فرجه بشهوة أو بغير شهوة هل ينتقض أو لا ينتقض؟ كما قلت مسألة فيها خلاف، والذي تميل إليه النفس هو قول أبي حنيفة، وهو أنه لا ينتقض الوضوء إلا إذا خرج شيء من الذكر من بول أو منين أو مذي أو ودي، أما مجرد لمس الذكر أو الفرج فالصحيح والعلم عند الله أنه لا ينتقض الوضوء بذلك.